في أفلام غيرت العالم وفي أفلام غيرت حرفياً قوانين وتشريعات. أنا منال في سلسلة ثلاثة من الشاشة بنتناول بعض الأمثلة على هذه النوعية من الأفلام. فيلمنا الأول قادم من 1946 لستانلي كيوبرك تحت عنوان دكتور سترينج لوف. الفيلم يصور حرب نووية تقوم بشكل مفاجئ وغريب تحت مدعاة يعني ساخرة بأن واحد يتصل على البنتاغون ويطلب رمز الوصول إلى السلاح النووي تحت ادعاء أن فيه طوارئ. هذا المشهد تحديداً لما نعرض على الكونغرس الأمريكي صارت هالة هلع كبيرة، وهذا أدى إلى تغيير القانون اللي قرروا بعده أن ما تكون شفرات الأسلحة النووية تحت يد مسؤول حكومي واحد. فيلمنا الثاني هو The Snake Pit منتج عام 1948 وكان يتناول مواضيع حساسة تجاه الصحة العقلية. وصولاً لهذاك السنة كانت الفكرة تقديم المرضى النفسيين أنهم أشخاص خطرين، أنهم صعبين التعامل معهم أو ربما يكونوا مهملين في المجتمع. لكن الفيلم قدم شخصية فيرجينيا، شخص مصاب بالذهان وتحاول البحث عن العلاج في أحد المصحات، لكن للأسف تجد تقديم خدمات سيئة من المقدمين الرعاية تشمل جلسات عنيفة بالصدمات الكهربائية وسوء معاملة. بعد ما انعرض هذا الفيلم ما يزيد عن 26 ولاية حول أمريكا غيروا قوانين متعلقة ببروتوكولات الأدوية والعلاجات بالصدمات وحاولوا يؤهلون الأطباء ومقدمين الخدمة بشكل أفضل. وعشان المصداقية بقى المخرج وعدد كبير من الطاقم من ضمن الممثلين الرئيسيين مدة 3 أشهر يزورون عدد من المصحات حول أمريكا، يتعرفون على بروتوكولات العلاج ويقابلون عدد من المرضى والأطباء للتعرف على خدمات المقدمة هناك، لدرجة أن الممثلة الرئيسية أوليفيا خضعت لبعض العلاجات اللي من ضمنها صدمات الكهربائية. فيلمنا الثالث هو من النطاق العربي، فيلم جعلوني مجرما لفريد شوقي، عرض عام 1954 وكان يتكلم عن شخصية سلطان اللي يلقى نفسه يدخل عالم الإجرامي بعد وفاة والده وحرمان من الورد بسبب عمه. هذه الحادثة خلت صعوبة كبيرة في أنه يلقى وظيفة بعد خروجه من السجن، الأمر اللي صعب عليه حياته وقد يدفع إلى العودة إلى الإجرام. بعد صدور هذا الفيلم صدر قانون يعفي من السابقة الأولى في مصر ويسمح لصاحب السابقة تكوين حياته من جديد. هذه كانت مجرد أمثلة على أفلام غيرت قوانين وغيرت حيوات ولها كان دور كبير في تحقيق العدالة وتجويد الحياة.